هذا من الأخوان والأخوات من الأندية، وهذا شرف بالنسبة لنا على كل حال كشخصي متواضع أمامكم وزملائي اللي هما في الوقت الحاضر الحقيقة نجم نقول معناتها ممكن نقول اللي هما باش يكونوا أعضاء إدارة التحكيم. مازلنا ما حددناش الأسماء، إدارة التحكيم مازالت ما تسمتش بكل أعضاء. قاعدين نعملوا في الاتصالات متاعنا باش يكون اختيارنا إن شاء الله يكون صائب، واختيار يكون يمثل مجموعة من الأعضاء في الإدارة هذه من مستوى عالي في التطوير وفي التحكيم وفي التكوين، كذلك مستوى عالي كناس ثقات يكونوا يتحملوا المسؤولية هذه الثقيلة اللي مش سهلة، يتحملوها بمسؤولية كبيرة وإن شاء الله بمجهود خاطر التضحيات مش فقط طورة كفاءة وحدها، لازم كذلك يكونوا في مستوى طموحاتكم انتوما كأندية وطموحات كل ما عنده علاقة بكرة قدم التونسية. أنا اليوم الحقيقة طلبت باش نقعد معكم ونقابلكم ونحكي بكل صراحة على وضع التحكيم في تونس وعلى شنو اللي ينتظرنا احنا كمسؤولين على التحكيم، وأهم شيء بالنسبة لنا لازم نفهموا كلنا اللي التحكيم هو عنصر أساسي في تطوير لعبة كرة القدم. هذا لازم تفقه لي من البداية، والتحكيم لازم يكون عنصر قلت أساسي، ولكن كذلك دينامو كرة القدم. فماش كرة قدم لعبة تتلعب بدون حكام، وما فماش حكام يبرزوا وينجحوا بدون اللعبة. أنا موجود هنا اليوم تتسائل الناس، كنت في قطر وطلبت بكل لطف الأخوان في قطر من مدة طويلة الرجوع البلدي، العودة البلدي، حابين نرتاح الحقيقة. مهمة إدارة التحكيم مش سهلة، فيها عمل كبير، فيها متابعة يومية 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة، فيها متابعة دقيقة على نعتبروا احنا التحكيم كجنود، جنود يشتغلوا على حدود البلد، ندافعوا على مبادئ، ندافعوا على منظومة، ندافعوا على 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 ناس وناس كيفكم مضحين بعائلتكم فلوسكم كإداريين مدربين مضحين معناتها بعرق جبينهم كلاعبين كذلك. احنا دورنا مش ندافعوا على الشيء هذا، على المبادئ هذه، مش من حقنا احنا حكام بمستوى ممكن متواضع في الأداء البدني مثلا كوتي فيزيك على خاطر حكم مش جاهز بدنيا يكون بعيد على الكرة، يكون بعيد مش مركز على التوقع، ما عندوش توقع في اللعب، لا ليتور دو جو، لانتيباسيون، لا بوزيسيون، وهذا الكل بتقصير من هو على خاطر ما حضرش تمرين مثلا. مش معقول مسؤول تحكيم ما يقومش بدوره في التكوين ويخلي الناس كيفكم أندية اللي مضحين وتعبين بصافرة خاطئة يغير لك نتيجة مباراة. قلت خاطئة، ما قلت فيها نوايا، خاطر موضوع النوايا أنا لأنا لأنتم ممكن بعض حقيقة البعض اللي شارك، خلينا نكون اليوم مش نتكلم معكم بكل صراحة وندخل في صميم الموضوع. بالنسبة للتحكيم، أول شيء واجبات الحكام شنو هي؟ قلنا يقوم دوره من ناحية اللياقة البدنية، في التعليم، في
في التجهيز نفسه هو الذهني، في العلاقات العامة متاعه، في ثقافته، هذا دور الحكم. في تضحياته، حكم عسكري لازم يضحي. وفي الموضوع أهم من هذا الكل، في كسب ثقة الناس والأندية، كسب ثقة الأندية وثقة الجمهور الرياضي العريض. هل في خلل في اللي سبق؟ الناس كل تتكلم، 90% الناس تتكلم على التحكيم، شنو الحل؟ أنا وقت نشوف الوضع ونحل الوضع، شو نقول؟ الحكام، بعض الحكام متهمين أشياء كثيرة، شو السبب؟ هو فما عنصرين، فما الحكام وفما الأندية. يا سيدي نمشي للإكستريم كما يقولوا البعض، حكم مرتشي كورومبي، شكون الراشي؟ شكون الكوربتور؟ نتسائل، ما اعتقدش كان الكوربتور يكون عامل بسيط في مصنع من المصانع، ما اعتقدش، ما عندوش علاقة بالحكام. شكون اللي عنده علاقة بالحكام ويبحث على 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 مساعدة معينة؟ ما نسميش كلكم هنا، تبارك الله عليكم ما شاء الله، عشتوا وعايشين وعانيتوا، البعض عانى والبعض كذلك هو السبب اللي يوصل له التحكيم في الوقت الحاضر. اليوم نحب نفتحوا صفحة جديدة. أنا اجتمعت بالحكام قبل أسبوعين تقريبا وفتحت معاهم صفحة جديدة من خلال متابعتي للحكام من بعيد ومن قريب في السنوات الماضية الكل. قاعد نشوف عن حكام عندهم قماش للتوف، عندهم مستوى فني، عندهم مستوى اللياقة، عندهم ستايل، تشوف صورته عنده القبول. شفما كيسكي سباس؟ شو اللي خلاه ما يكونش موجود في كأس العالم وفي الكان؟ شو اللي خلاه محل شك ومحل توهم؟ فما كلك شوز كي كلوش. الحل هو مش نوصل الحل ونغيره المعطيات الكل، هو تضافر الجهود بيننا وبينكم، هو نحطوا اليد في اليد مع بعضنا ونفكر ونقولوا اللي احنا لازم نوصل بالتحكيم للمستوى العالي نوصلوه مع بعضنا. لا انا نقدر ولا زملائي، وحدنا الكلكم، انتم النوادي، الاعلام، الراي العام، لازم الكل يد واحده. مش نقدر نقدموا يد واحده، لازم يكون عامل هام جدا موجود هي الثقه. لازم يكون فما الثقة متبادلة، وما تكون الثقة موجودة إلا من نبعدوا على كل الطرق الملتوية اللي استعملت في السابق. كل واحد يخمم في مصلحته وهذا من حقه، لكن ما تخممش مصلحتك على حساب مصلحة غيرك، لا، هذا لا. مصلحتك يجي نحكي تقول لي هذاك، نقولك لا، مش دورك، مش مسؤوليتك، أنا نتصرف هذاك. ولهذا اليوم نحبوا نفتحوا صفحة جديدة.